اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج حلو حادق، معاكم سالي فؤاد. احنا مع بعض على الهوا ان شاء الله، وباذن الله النهارده هنعمل حاجه لذيذه جدا، تورته الخريف، وان شاء الله هنعمل كمان قالب اللحمه، هيبقى محشي بيض، بس ده انا هعمله في الاخر. هبتدي الاول بالتورته علشان معايا نسخه من قالب اللحمه، فان شاء الله هبتدي بالحلو وبعدين بالحادق. طيب التورته دي ليه حلوه؟ هي كيكه طعمها حلو قوي قوي قوي. الكيكه دي ليه اسمها خريف؟ علشان هي فيها النكهات بتاعه الخريف والشتاء، بقى التوابل الحلوه جدا. فاحنا الكيكه دي نقدر نستخدمها ونعمل منها تورته. تورته شكل خريف ليه؟ علشان انا هعمل عليها اشكال لذيذه قوي، هتعجبكم قوي قوي لمحبي التزيين. وان شاء الله بكره في وصفات دايت، وبعده في وصفات دايت، ويوم الاثنين الحد الجاي ان شاء الله باذن الله هيبقى حلقه كامله دايت، بس عشان ايه؟ للناس اللي طبعا مهتميه جدا بالدايت، يعني انا بحاول اراضي كل الناس، سواء الدايت او الاطفال او سواء اي حاجه فيها تخصص لامراض، سواء عندنا يعني حاجات كتير قوي بنحاول ان احنا نهتم. النحاف برضو ان شاء الله حلقه الناس اللي عايزه تتخن هتتعاد العشر نصايح لزياده الوزن، ان شاء الله هتتعاد باذن الله الاسبوع الجاي. طيب نبتدي بقى بوصفه التورته، تورته الخريف. معانا كوبايتين كريمه لباني يعني 400 جرام، كوبايتين سكر يعملوا 400 جرام، 6 بيضات، فانيليا، 4 كوبايات دقيق يعملوا 520 جرام، باكو بيكنج باودر، رشة ملح، معلقتين كبار كاكاو خام حسب الرغبة، ممكن تشيلوهم وممكن تحطوهم، انا هقول لكم ليه عشان عاملة جزء كده وجزء كده. معلقه بقى صغيره قرفه، معلقه صغيره جنزبيل، رشه قرنفل، رشه جوز الطيب، معلقه صغيره ينسون مطحون. انا عايزه بس اقول حاجه، الكيكه دي من الكيكات الرائعه بجد، رهيبه، فيها نكهه مميزه جدا، حتى لو عملناها من غير التوابل دي، عملناها بالفانيليا بس، هي كيكه الكريمه اللباني المعروفه، عملتها معاكم قبل كده، من الكيكات اللي ليها طعم حلو قوي، ليها كمان خامتها في لما تحطوه في بقكم ليها احساس مميز، لان هي مش معموله لا بزبده ولا بزيت، هي معموله بس بكريمه لباني، فبتديها قوام غير عادي من الجمال، فمعاها كمان التوابل دي مزوده بقى القصه بقى حلاوه غير عاديه. احنا اول حاجه هنعملها ان احنا هنضرب البيض مع السكر مع الكريمه عادي جدا زي اي كيكه، يعني مش هضرب البيض لدرجه انه يبقى معانا زي السبونج خالص، هنضربه عادي جدا مع بعض السوائل الاول، وبعدين والسكر والكريمه والتوابل. وصفه سهله جدا ما فيهاش اي صعوبه لان مكوناتها قليله، انا اختصرت الزبده والزيت في واللبن في حاجه واحده بس اللي هي الكريمه اللباني، شويه فانيليا، التوابل اللي معانا، ده البيكنج باودر هنحطه مع الدقيق، القرفه، الجنزبيل، بس اهم حاجه بس نمشي بالايه بالمقادير اللي هي معلقه معلقه رشه، عشان مثلا لو حطينا كتير من جوز الطيب ما بتبقاش حلوه، لو حطينا كتير من القرنفل ما بتبقاش حلوه. خلاص طيب الكاكاو بقى لو انتوا حابين تحطوا كاكاو، انا عامله جزء يبقى فانيليا وجزء يبقى بالكاكاو، جزء فانيليا هيبقى طبقات، هنروح حاطين كاكاو مثلا وهقول لكم تقسموها ازاي. معانا بعد كده الدقيق، هحط عليه البيكنج باودر، خلاص رشة الملح ما ننساهاش، هنروح مقلبين اهو، وهحط الدقيق عليه بس كده، هقلبه لغاية ما تروحولي لفاصل ونرجع تاني نكمل مع بعض، نصبه في القالب ونرجع ان شاء الله نكمل، اشوفكم بعد الفاصل.
اهلا بيكم معايا من الفاصل. انا دلوقتي قلبت العجين الكيك وقسمته على قالبين قد بعض، هدخلهم بقى الفرن على 180. ينفع بقى تعمله بالظبط قدهم، نفس المكونات تاني بس من غير الشوكولاته، عشان هوريكم بقى هنعمل بيهم ايه. يفضل بس القوالب دي تخش على صينيه احسن علشان ما تتلسعش من تحت. طيب انا معايا اهو اللي بالشوكولاته الجاهز، ومعايا كمان مجهزه منه واحده كمان زي اللي دخلناها مع بعض فرن، يعني اتنين شوكولاته واتنين بالفانيليا بس، يعني ما حطيت لهمش كاكاو اهو. هبتدي بقى ان انا احطهم على بعض طبقات، هقسم طبقه فاتحه على طبقه غامقه، طبقه فاتحه على طبقه، دي حسب الرغبه. عايزين تعملوا بس اتنين وهم دول تحشوهم برضو مفيش اي مشكله خالص، او عايزين تقسموا وتحطوا في واحده بس كاكاو والتانيه لا برضو براحتكم. طيب عايزين بقى نعمل الحشوه. الحشوه عباره عن ايه؟ معانا هيبقى في كريمه زبده اللي هي عباره عن نص كيلو زبده طريه مضروبه مع كيلو سكر بودره ولبن لغايه ما يبقى قوام كريمي كده. معانا بقى هزود عليها نص كيلو كريمه الكريم تشيز او اللبنه اللي هي بتاعه الجبنه المربعات، نص كوبايه كاكاو خام منخول، والتوابل اللي احنا حطيناها في الكيك، ودي حسب الرغبه برضو. هنحط بقى اللبنه او الكريم تشيز، بتدي طعم حلو قوي للكيك عشان ما يبقاش بس كريمه زبده. ممكن في كيكات معينه زي الكاروت كيك، كيكه الجزر، ينفع ان احنا نعمل لها الايه الفروستنج ده اللي هو بيبقى فيه الكريم تشيز او اللبنه كاستبدال، علشان مش كل البلاد فيها الكريم تشيز، فنقدر ان احنا نحط مكانه اللبنه. هفككها بس شويه، ومهم انها تكون بره الثلاجه، لان لو هي جوه الثلاجه بتبقى ماسكه نفسها، لان بيبقى فيها نسبه دسم برضو فبتبقى ماسكه نفسها قوي. هبتدي بقى اضيف لها كريمه الزبده واحده واحده. واحده واحده ومعاها التوابل اللي معايا. كده ونضرب. ونزود. ورشة ملح وفانيليا برضو بتبقى حلو جدا لما نعمل زبدة كريمة الزبدة، بتدي تكة حلوة. كتير سألوني طيب كريمة الزبدة دي بنشيلها ازاي؟ بتقعد في التلاجة فترة طويلة قوي على فكرة، تستحمل جامد. هزود لها بقى التوابل، نفس التوابل اللي حطيناها جوه الكيكة عشان تبقى خريفي وحلوة. ومعايا برضو الكاكاو، هشوف بقى احط لها كاكاو، مش عايزه اغمقها قوي عشان هحط عليها بعد كده الزينه. عايزه الزينه دي تبان معايا، الزينه دي هتبقى بالشوكولاته فعايزاها تبقى باينه معايا، فمش هزود قوي من الكاكاو عشان تديني فرصه انها ايه تبان. معانا تليفون ماريس. الو، ازيك؟ الحمد لله تمام. عامله ايه؟ الحمد لله تمام، وانا بحب حضرتك قوي. وانا كمان. عامله ايه يا حبيبتي؟ اتفضلي. الحمد لله. لا انا كنت بس بسلم على حضرتك. تسلمي لي يا رب، شكرا على المكالمه الحلوه. نحط بقى شويه من الكاكاو الايه، وبحط وانا ايه يعني ببص، انا مش عايزاها لونها يبقى غامق معايا، انا عايزه لونها يبقى حلو كده. انتوا تتحكموا زي ما انتوا عايزين برضو في اللون اللي انتوا عايزينه حسب التزيين. بحط رشة الملح مش بننساها. خلاص فاضلي بقى اخر حبة بس احطهم، هي خلاص كده اهو. نحط بقى اخر حبة من الكريمة اللي هي كريمة الزبدة.
انا ليه مجهزاها من قبل؟ علشان هنا الاستوديو دايما بيبقى ساقع والزبده بتقفش معايا هنا في الاستوديو جدا عشان الاجهزه، فبيبقى التكييفات عاليه قوي، فما حبيتش ان انا اعملها معاكم هنا علشان ايه ما تبقاش قفشه ونقعد بقى فيها كتير. لازم تبقى الزبده درجه حراره الغرفه وانتوا بتضربوها مع سكر البودره. طبعا الوصفه دي للمناسبات برضو فقط، عشان احنا يعني شويه كده وداخلين على كريسمس، وهي التورته دي خريفي فلايقه قوي في الوقت ده، فبس للمناسبات. نحط برضو معلقه كده من الكاكاو ونكمل. معانا نسمه. وعليكم. عليكم السلام، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اهلا بيك، اتفضلي. لو سمحتي كنت عايزه اعرف بس، انا جوزي عايز اعمل له النظام الغذائي اللي هو العشر نصايح. ايوه. فانا بحط له فيه عيش اللي هو الاسمر البلدي العادي، ده ينفع ولا لا؟ وساعات في الغدا بحط رز من 5 لـ6 معالق. العيش قد ايه بتحطوه له؟ نص رغيف في الوجبه. نص رغيف في الوجبه، ده كتير قوي. نص رغيف. العيش من الحاجات اللي بتوقف الحرق. طب ايه البديل بالنسبه له غير شرايح اللي هي المشبعه، لان هو ساعات مش بيحبها؟ البديل ان هو يقلل العيش، يعني ما يعني بصي، نص رغيف ده ممكن يخليه يخس بعد فتره طويله قوي، لكن هو لو هو طبعا شرايح الخبز يعني هي احسن بديل بصراحه، وهي طعمها حلو قوي. طب انت اشتريتيها من حته ولا عملتيها بنفسك ولا ايه؟ لا جربتها فهو ما حبهاش. ممكن يكون لان هي طعمها بيبقى حلو. انا مستغربه اوقات في ناس لما بتعملها ما بتظبطش معاها قوي فبتطلع طعمها مش حلو. انت عملتيها بالترمس؟ لا عملتها اللي هي الوصفه الاولانيه اللي هي بجنين القمح. جنين القمح انت جايباه من عند العطار؟ اكيد كان مر، لان دايما اللي بيبقى من عند فعلا كانت طالعه مره، عشان كده انا نوهت قبل كده عن الجنين القمح اللي انا بجيبه، حلو قوي ومقرمش وتحفه ويتاكل لوحده من كتر جماله، بيفرق جدا المكونات جوه شرايح خبز المشبعه. لو احنا حطينا حاجات مره زي ترمس مر او جنين قمح مر اكيد هتطلع طعمها وحش، اكيد مش هتطلع مظبوطه، لكن لو المكونات نفسها حلوه وطعمها حلوه هتظبط الطعم جدا جدا. فلا جربيها تاني بس اتاكدي ان الحاجه اللي اشتريتيها مش مره معاكي، هتفرق جدا. شرايح الخبز من حلاوتها ممكن واحد ياكلها لوحدها بدون اي اضافه، لو مظبوطه معاكوا فعلا تتاكل لوحدها مش محتاجه اي اضافه خالص ولا حتى جبنه معاها، لو مظبوطه معاكوا في الطعم. طيب بس لا يعني العيش من الحاجات زي ما بقول اللي بتوقف الحرق للاسف جدا جدا جدا. انا شريحه توست واحده ممكن تخليني ممكن لو ما اكلتش حتى اليوم كله بعد كده خلاص انتهى الموضوع، ما بخسش. فبيفرق. ببتدي بقى املى كده علشان دي اللي هنحشي بيها، كلها توابل بقى و جميله قوي ان شاء الله تعجبك. واللون ده عجبني قوي علشان هو ده اللون اللي ايه اللي افتح شويه من الشوكولاته. تمام، ده كده معايا جاهز. هنبتدي بقى ان احنا نجهز الكيك نفسه. نجيب القالب، ببتدي اعمل ايه، هجيب الكيكه اللي هي الغامقه نبتدي بيها حطها تحت، بس دايما نحط حته كده عشان تمسك معانا في الاول، وابتدي ان انا احطها بالطريقه دي خلاص كده. بعد كده الكيكه دي مش محتاجه خالص ان احنا نسقيها لان هي غنيه جدا، مش محتاجه اي تسقيه خالص معانا. ببتدي بس ان انا اروح حاطه الحشوه بالطريقه دي عشان تمسك الطبقات اللي بعدها. هحط الطبقه اللي بعدها وكذلك، بس دي بقى اللي هي اللي بالفانيليا. معانا سلمى. الو، ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. عايز
اعرف طريقه الكب كيك عشان جدتي مرت السكر. حاضر. لا ده انت عايزه كب كيك بقى اللي هي الكيكه اللي مرضى السكر صح؟ مش كب كيك عادي. طيب حاضر، شكرا على المكالمه. طيب بالنسبه لده احنا محتاجين ننزل وصفه الكيكه لمرضى السكر اللي انا كنت عاملاها قريب. يا نهله لو تقدري تجيبيها، كنت عاملاها قريب في البرنامج. شكرا. انا بشيل بس عشان دي ما كنتش شلتها قدامكم عشان اوريكم، بشيل بس الحته دايما اللي فوق القبة علشان ما تضايقنيش، وبحطها بقى كده على جنب. بتتاكل دي، تتعمل كيك بوبس اللي انتوا عايزينه، مش بتترمي خالص. بفككه بقى من القالب بالطريقه دي واروح حطاه. دي الطبقه الثانيه، الثالثه بقى بروح مكمل حاطه كريمه تاني. واحط بعد كده اخر طبقه. بالشكل ده. واروح حاطه الطبقه الاخيره اهو. دي بقى بحطها عكسي كده عشان تبقى اللي فوق مسطحه مظبوط. خلاص كده يبقى عندي واحده وواحده. طيب هنيجي بعد كده نعمل ايه؟ نبتدي بقى نغلف الاطراف بتاعتنا بالطريقه دي. زي ما احنا شايفين كده. خلاص ده هكمله في الفاصل. عايزه بقى اوريكم وصفه الصوص الشوكولاته نحطه عليها، عشان هي وصفه جميله جدا جدا هقول لكم عليها. هنحطها يا دوبك على النار. الصوص ده، صوص الشوكولاته ده، احفظوه عندكم، صوص حلو جدا جدا جدا، ويعني مناسب لحاجات كتير قوي زي اللي نشتريه جاهز بالظبط. صوص الشوكولاته المميز عباره عن كوبايه كاكاو خام، يعني 100 جرام، نص كوباية مية يعني 100 جرام، نص كوباية كريمة لباني يعني 100 جرام، كوباية سكر يعني 200 جرام، وربع كوباية زيت يعني 50 جرام. لو لاحظتوا الكاكاو والمية والكريمة كلهم 100 جرام، السكر هو اللي 200 جرام، والزيت عبارة عن 50 جرام. كل اللي احنا هنعمله، انا بحط الاول الكاكاو اهو الخام مش المحلى، عليه المية، بس ياريت بالجرام عشان تظبط معاكم في القوام بالظبط، عليه السكر، بدوبهم على النار، على نار هادية، وبعدين بحط كريمة اللباني والزيت. بس كده يطلع معانا صوص. ده هنزين بيه الوش كمان شوية، تقليبة تقليبة تقليبة، ونحط الكريمة. هي هتفك واحدة واحدة لان السكر اول ما بيتعمل مع المية بيروح فاكك معاه على النار. خلاص يفك بس واحدة واحدة معي. هكمل انا بقى هنا لغاية ما نروح احنا لفاصل، ونرجع نكمل ايه، نحط عليها بقى صوص الشوكولاتة، ونعمل لها بقى شكل حلو جدا هوريه لكم من ورق الشجر بالشوكولاتة لما نرجع من الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم معايا من الفاصل، وانا اهو غلفتها بالكريمه زي ما قلت في الفاصل، علشان ايه نعرف ان احنا هي لازم تتغلف كده عشان نعرف نعمل لها الشكل من بره. طيب نبتدي بقى بعد كده. هجيب الكريمه اللي معايا التانيه. خلاص عايزه بس اسويها برده شويه اكتر.
بالذات اللي فوق، يهمني اللي فوق تتساوى اكتر بس شويه صغيرين. طبعا احنا عارفين ان حاجه التزيين دايما بتاخد وقت، فالهوا دايما بيبقى وقته على قده، لكن انا لو شغاله عليها مش هوا باخد وقت اطول في اني اظبط كله، ولازم احنا في البيت ناخد وقتنا. حلو جدا. طب دخليها لي. طيب جالنا تليفون دلوقتي سؤال في مدام شايله الغده وبتسال اذا كان مكونات شرايح الخبز مشبعه مضره ليها ولا لا. لا المفروض انها مش مضره، بس برضو ارجعي للطبيب لو عندك اي حاجه تانية تمنع، فضروري انك ترجعي للطبيب. طيب انا كده شلت تقريبا الزياده، هنعمل ايه بقى؟ هنبتدي ان احنا نحط لها الكريمه بالطريقه دي، عشان انا عايزاها زي الشجره برضو تمشي معايا الكريمه من تحت لفوق زي جذع الشجر لما بنعمله على السويس رول. احنا عملناها قبل كده بس هي لايقه قوي هنا، فمهم ان احنا ايه نعمل الشكل اللي يبقى لايق معانا. طيب هنروح مطلعين بالشكل ده. معانا مروه. الو مساء الخير. مساء النور، ازيك يا مروه؟ الحمد لله بخير. الحمد لله تمام. الحمد انا عايزه اسالك على حاجتين. اتفضلي. اول حاجه انا كنت بستخدم اللبن المكثف ان الصفيحه بتاعته بحطها في حمام ميه ويغلي علشان احوله لتوفي. وطبعا دلوقتي الحاجات المستورده مش بسهوله بلاقيها. عايز اعرف طريقه اللبن المكثف اللي كنت قلتي عليها قبل كده، اقدر ازاي احوله لتوفي؟ هل ينفع اعمل احطه على النار علشان احوله لتوفي زي ما بعمل في ده؟ طب ما ايه رايك لو تعملي توفي بنفسك في البيت؟ هو اسهل. الفكره ان انا بحطه في اسهل واطعم بكتير على فكره. فالتوفي ده المكثف لما كنت بحوله التوفي لما كان بيدخل الفريزر ما كانش بيتجمد، فكان بيديني النتيجه دي. انا خايف التوفي الثاني اللي بنعمله يتجمد. اوكي. بصي انا هقول لك على الطريقه، بس انا ما جربتش ان انا اعملها بالطريقه اللي هي، لان بصي هو لازم يبقى في علبه محكمه جدا، فالصفيحه اللي بيجي فيها اللبن المحلى المكثف انت مش هتقدري حتى لو عملتي البيتي انك تحطيها في حاجه محكمه كده. انا الموضوع ده على فكره بترعب منه ان احنا نحط صفيحه جوه ميه ونسيبها تغلي لمده ساعتين مقفول، بحس دايما انها هتنفجر، ما اعرفش ليه بخاف منها قوي بصراحه. وفي ناس بيعملوها في حاله الضغط مرعبه. لا انا انصحك تعملي التوفي اللي هو العادي، يعني بيبقى حلو جدا جدا. لو حطيتي 400 جرام سكر، يعني 2 كوبايتين، 400 جرام سكر يعني 2 كوبايتين. لو حطيتي السكر ده خلاص على النار وحطيتي عليهم 150 جرام من الكريمه اللباني و50 جرام زبده، ودوبي فيهم 100 جرام من الشوكولاته البيضاء، بتديكي توفي حلو جدا جدا، طعمه احلى كتير قوي. بصوا بقى الشوكولاته، بس الصوص الشوكولاته عشان نبقى مع بعض، عملناه بالطريقه دي، حطينا بعد كده الكريمه وبنحط بعد كده الزيت بس وبنطفي عليه، بيدينا صوص تحفه نقدر نشيله. حطوا عليه بقى شويه فانيليا، حطوا عليه شويه قهوه زي ما تحبوا. ده الصوص ده اللي احنا بس لازم تقعدوا تقلبوا وانتوا شغالين عشان ما يكلكعش معاكم خالص. الصوص ده بقى احنا هنستخدمه دلوقتي اهو معايا، انا مجهزاه من البيت، عبيته هنا، دول بيتباعوا عادي جدا. هاتوا بتاعت الكاتشب بتاعت اي حاجة، وهبتدي بس ان انا اضغط في الاطراف بالطريقة دي، عايزة بس شوية وقت، بنزل شوية صغيرين جدا من الاطراف مش كتير،
مش كتير بس في الاطراف، وبعدين من فوق هبتدي ان انا اغطي الحته اللي فوق ونحط عليها بقى ورق الشجر اللي انا هوريهولكوا حالا. خلص بس من غير ما الف بقى عشان نخلص. دي طالعه موضه قوي الحاجات دي اللي بتبقى نازله كده. بصوا الصوص، بصوا قوامه اصلا تحفه ازاي. انا الوصفه دي لسه يعني يعني عاملاها اول امبارح، يعني عمري ما عرضتها هنا على البرنامج، جديده لسه يعني. قلت قعدت ركزت كده على النار، طب ازود ايه احط ايه عشان تطلع معايا القوام ده. انا كنت مره عملتها قبل كده بس بذكائي ما كتبتش المقادير، ما اعرفش ازاي، وكتبتها في حته ومش لاقيها، فقلت اجربها تاني. بس هنزل بعد كده بقى الصوص ده، هبتدي انزله احسن بافتحها علشان اعرف اضغطه احسن. وعلى فكره مش لازم تعرفوا انا ممكن اعمل ايه، ممكن احط البتاع على طول الورق. هوريكم بقى الورق بيتعمل ازاي، وخلينا نفكر كده اغطيها من فوق بشوكولاته ولا لا. معايا بقى الورق ده عباره عن ايه، شوكولاته متدوبه، شوكولاته عادي على حمام مائي. ببتدي احطها على ورق، ورق شجر عادي خالص، بجيب ورق شجر عادي خالص واروح دهناه بس بالشوكولاته خلاص. وبروح بصوا مطلعاه ازاي، سبحان الله بيديني ورق تحفه، شكله تحفه تحفه تحفه. ده بدهنه بقى، بدهنه زي ما احنا دايما ندهن كده الحاجه نلمحها. بصوا يدهن معايا بالشكل ده، بصوا شكله بيبقى تحفه ازاي، يعني جميل جميل مش طبيعي. بدهنه طبعا باللي هو اللي بيبقى البودره دي اللي بتلمع، وريها لكم دلوقتي تاني، وبفرشه بس بندهنها بالطريقه دي، شكلها جميل جدا. طيب نعملها بقى ازاي؟ طبعا ده سهل قوي، بجيب الشوكولاته زي ما اتفقنا واروح نازله عليها بس، وحطها على ورقه ايه، زبده، بحطها كده الشوكولاته على الورقه. طبعا انتوا بتجيبوا بتقطفوا كام ورقه بس من الشجر وبتغسلوه كويس وتنشفوه، وبعدين تعملوا الحركه دي اهي بس كده. وشها، وشها اللي هو الاخضر اللامع ده، هو ده اللي ايه تعملوا عليه، وتسيبوها على ورقه زبده تبرد بس. بعد كده بمسك الواحده من دي وابتدي اجيب، انا عندي انواع لميع كتيره، بتبقى يا اللون ده يا اللون ده، الذهبي يا الاكسيدي، وببتدي ان انا المع بالطريقه دي، بتدينا اللمعه التحفه قوي دي. بصوا تدي ورق شجر خريفي تحفه مرعبه جميله. طيب هنبتدي نزينها بقى ازاي، هبتدي بقى ان انا احط بالطريقه دي. بس انتوا ايه رايكم، نحط بقى هنا عشان نكسر اللون شويه شويه شوكولاته وبعدين نرصهم عليها، بتهيألي هيبقى احلى ولا ايه رايكم؟ ما تزعلنيش بقى. بصوا بصوا قوام، بس شايفين قوام الصوص مرعب جميل ازاي، بس نكترش عشان ايه ما نلاقيهاش نزلت من الاطراف. معانا ناني. الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. تسلم ايديك يا عمر. تسلمي لي. لوحه فنيه جميله بترسميها، وانا مستمتعه بمشاهدتها جدا يا حبيبتي، وباذن الله لما تخلصيها انا هصورها. ان شاء الله. عجباني جدا جدا جدا. طب الحمد لله يا رب. انت عارفه انا مدام ناني اللي هي، ايوه فاكره حضرتك، بتاعت الشرقيه. ايوه فاكره حضرتك. اللي بتشوف الحلويات بتاعتك بتنهار ومليانه وعايزه تعمل دايت. يا حبيبتي تسلمي لي يا رب. تسلمي يا قلبي. انا بصي بادئه دايت بقالي يومين اتنين. ايوه. عايزه من فضلك يا حبيبتي شرائح الخبز المشبعه اللي هي بتترمس، بس من فضلك ما تقوليليش فيها على الفيسبوك والحاجات دي عشان انا ماليش فيها. طيب حاضر. لي حاضر حاضر حاضر. بعد اذنك يا نهلة لو ننزل الوصفة، وصفة شرايح الخبز مشبع بدون دقيق اسمها كده، وممكن مكان الترمس تحطي
حمص مسلوق. بصوا بقى هلف حوالين داير بالطريقة دي، احط الورق حوالين داير بالطريقة دي. دي لازم تجيبها من فوق بقى عشان يبان. عندي اللميع الاصفر وعندي اللميع اللي هو الورق شفناه مع بعض دلوقتي ده. حط واحده صفرة واحده. جميلة بشكل مش طبيعي، شايفين الورق سبحان الله مرسوم رسم، يعني كل ده شوفوا ربنا هو اللي خلقه واحنا بس ايه ناخد الشكل منه بس. بالذات بصوا لما يبقى ملفوف قوي كده بيدي شياكة حلوة جدا. طبعا الفكرة دي شفتها في حتة بصراحة مش اختراعي، انا بقول الحاجات الاختراعي بس انا جودت عليها، يعني ما يعني مش نفس بالظبط اللي انا شفته انا زودت عليها يعني، ومش نفس الوصفة طبعا هي الشكل بس. نحاول بقى نبرزه بالطريقة دي وبعدين نحط في الاطراف كمان من تحت. دي بقى نطرف شوية عشان يبان معانا. انا بحب الحاجات الفنية اللي فيها كده تكة مختلفة كده والوان مختلفة ولمعة شوكولاتة. كل واحد ليه ذوق طبعا في الحاجات دي، فكل واحد يبتكر بقى زي ما يحب. ممكن بقى نبتدي نحط من تحت، يعني يبقى كده كام واحده محطوطه من تحت بالطريقه دي. شايفين لما حطيت صوص قليل جدا ابتدى اهو ان هو ينزل برضو، فما نكترش ابدا عشان ما يكترش معانا. كويس كده. عشان ايه عايزه اقفل هنا شويه بس كده، يبقى عندي بس فرصه ان انا ابقى مقفله هنا زياده يبان شويه معانا. ايه رايكم؟ في حته بس كريمه هنا كده باينه ولا ايه؟ ولا انا بتهيأ لي؟ هنا بس. نروح بقى الفاصل. بتمنى يا رب الفكره تكون عجبتكم مختلفة. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض بقى الوصفة الأخيرة إن شاء الله. بيكم معايا من الفاصل. هقول لكم على وصفه بقى دلوقتي القالب اللحم المحشي بيض مسلوق. معانا بيض مسلوق طبعا ومعانا كيلو لحمه. كيلو اللحمه ده هنحط عليه بقسماط حسب الاحتياج، وربع كوبايه صويا صوص. الوصفه طبعا هتنزل دلوقتي على الشاشه.
وانا شغاله، والصويا صوص اهو، واللي حابب يحط شويه باربيكيو صوص ينفع برضو على فكره، بتدي طعم حلو جدا. ومعانا باربيكيو للوش، معانا بيضه، معانا بودره بصل، وصفه معاكم على الشاشه، معلقه كبيره بودره بصل، معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره بهارات، رشه قرفه، وملح وفلفل. بنكون دهنين القالب كويس، بعجن كله كده مع بعض، ببتدي افرد جوه القالب، وبحط جواه بقى سواء عايزين بيض، عايزين اي حاجه انتوا حابينها هينفع معانا. اللي عايز يستبدل البقسماط بشوفان مطحون ينفع. هبتدي احط بقى جزء كده تحت، بس عايزه اقول لكم على تكه حلوه قوي في الاخر عشان بتدي طعم حلو. بحط البيض المسلوق برصه بالطريقه دي، واحط بقيه اللحمه فوقيها لغايه ما اغطيها. نقفل كده كويس، تبقى اطرافها كلها جوه. احنا عملناها قبل كده برضو بالجبنه، عملناها قبل كده، يعني ليها كذا حشوه ممكن الواحد يفنن فيها، وسريعه جدا ما بتاخدش وقت معانا. بقفلها بالطريقه دي وادخلها الفرن على درجه 200. خلاص بدخلها الفرن على درجه 200. نطلع بس الكيكه اهي، الكيكه وصفه شرايح الخبز معانا على الشاشه اللي كانت لسه مطلوبه مننا دلوقتي، اللي هي بدون دقيق، وينفع ان احنا نستبدل الترمس بحمص مسلوق مهروس. خلاص انا دخلتها اهي جوه على 200 لغايه ما تستوي معانا. بعد كده لما بخرجها بروح دهنها تاني بباربيكيو صوص، بتدينا لمعه حلوه جدا، بتفرق قوي قوي قوي. هوريكوا شكلها، طبعا تتقطع بعد ما ترتاح، ما تتقطعش على طول في لحظتها علشان ما تنزلش معانا ميه. شكلها اهو، شكلها بيبقى جميل جدا جدا جدا. طبعا ناكلها مع خضار سوتيه، تبقى مناسبه للعشر نصايح. انا هنا بس احب ان انا احط شويه من عيدان القرفة عشان تدي شكل حلو وتكسر اللون برضو شوية. زي ما احنا شايفين بالطريقة دي، يعني مش لازم بشكل معين، يعني نخليها كده مطرفة عشان تبقى شكلها ليها شكل معين. عملنا مع بعض ايه بقى النهارده؟ عملنا مع بعض تورتة الخريف اللي كيكتها طعمها لذيذ فعلا جدا ككيكة لوحدها. انتوا مش لازم تعملوها تورتة خالص، ممكن تعملوها كيكة، طعمها حلو قوي وغني جدا جدا جدا. عايزين تعملوها تورتة، اعملوا بقى الوصفة دي هتعجبكم قوي ان شاء الله. واحنا عاملين شوفوا السهولة، مفيش اسهل من كده بجد. ورق الشجر ويدوبك حطينا عليه الشوكولاتة، وبعدين رحنا ايه شايلين الشوكولاتة من على ورقة الشجر ودهناها، تدينا شكل حلو جدا. طيب وعملنا مع بعض، مفيش اسرع من كده، قلب اللحمة يخش الفرن لغاية ما يستوي معانا، حوالي تقريبا نص ساعة لساعة الا تلت حسب المقاس القالب، و نقدمه مع خضار سوتيه ويتقطع لما يبرد. بتمنى يا رب الوصفات تكون عجبتكم، وصفات بسيطة جدا ما فيهاش اي حاجة صعبة، بتمنى يا رب ما تكونش كان فيها اي حاجة صعبة خالص.
تشوف كده اني زاويه احلى معانا، عشان اوقات بشوف على الشاشه بعد كده لما بيجي القعده يا ريتني كنت لفتها، فمش عايزه اتحط في الموقف ده تاني بصراحه. تهيألي كده شكلها كده 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 ماشي. نشوف كده هتعليها كده عشان بس اشوف لو فيها اي حاجه. عشان الورق ما كفاش معايا لفها كلها. تمام خلاص ان شاء الله حلو. يا رب تكون الفكره عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله على خير زي ما بقول بكره وبعده ان شاء الله في وصفات دايت، وان شاء الله يوم السبت هيبقى وصفات حلوه للاطفال، ويوم الاحد هيبقى دايت خالص ان شاء الله، وبعد كده وصفات حلوه تاني للعجين، عجينة السبع دقايق ان شاء الله هنعمل بيها اشكال حلوة قوي الاسبوع الجاي ان شاء الله، لانها عجينة فعلا جميلة وبتسعف قوي قوي قوي. يا رب الوصفات دايما تعجبكم يا رب، وتقولوا لي دايما رأيكم وتبعتوا لي تطبيقاتكم اللي بحب اشوفها دايما دايما. اشوفكم على خير ان شاء الله، باي باي. Thank you.